احزاب التيار الديمقراطي تعلن انها تؤيد تماما كل اشكال التعبير السلمي عن الغضب ضد هذا الحكم. احنا بنعتبر ان يوم اصدار الحكم بالبراءة على المخلوع ورموز نظامه هو يوم اسود في تاريخ مصر، وهي لحظة فيها موقف لابد ان يكون واضح وحاسم. هذا البلد هيسير باتجاه تحقيق اهداف ثورته 25 و30، هيحترم دم شهدائه، هيسترجع حقوقهم، هيحقق العدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، أم سيعود نظام مبارك اللي سياساته لسه قايمة وهيعود برموزه. اللحظة دي لحظة للفارس، وكل تعبير سلمي عن غضب مشروع هو ليس مجرد احتجاج على حكم محكمة، هو إعلان إن الثورة لسه في الميدان، وإن الثورة قادرة على أن تتقدم، واللي قاعدين فرحانين زي ما يكون مش مبارك خد براءة سيطعن عليها، لا ده زي ما يكون مبارك رجع للحكم تاني. احنا بنقول لهم مش هيكسروا إرادة الشعب المصري ومش هيكسروا نفسه. احنا شبابنا يشارك في كل الفعاليات، وأحزابنا سترتب سلسلة من الإجراءات هتتصاعد على ضوء إدراكنا البلد ماشي في سكة الثورة ولا ماشي في سكة الردة. ده السؤال المطروح على المصريين الآن. احنا موقفنا واضح وحاسم، احنا مع شعبنا ودم شهدائه ومطالب ثورته في 25 30، واذا كنا دخلنا مقتنعين في تحالف واسع في 30 يونيو من اجل انقاذ الثورة من استبداد الاخوان، فنحن غير مستعدين أن نستمر في تحالف يسلم الثورة لنظام مبارك الفاسد مرة أخرى على أي نحو. خطواتنا الإجرائية هنتخذها على ضوء تطورات الوضع في خلال الفترة القادمة بإذن الله.